أنا دكتور علي رضا إسماعيلي، دكتور إخصائي لعيون فوق التخصص الماية أسفل. أنا أشتغل بالمدينة المشهد المقدس مستشفى بينا للعيون. واحد مشكل بعض الأشخاص لازم استخدم نظارات لشوف أحسن وزين، وبدون النظارة ما أشوف زين، وهذا ممكن بسبب قرب النظر أو بعد النظر أو أستيغماتيزم. كل هذا مشكلات أشعات من وراء العين متمركز بالداخل الشبكية دقيقا بالمركز الشبكية، وبهذا السبب تصاوير ما أشوف زين. بسبب هذا مشكل أكثر ممكن بالتسييح النظر بالليزر، وبعد بدون النظارة أشوف كلا واضح. عمليات متفاوت، عمليات بالليزر اسمه هو واحد، عملية PRK أو ليزر، عملية ثانية فيمتو ليزيك، وعملية آخر اسمه هو إسماعيل. في هذا التصاوير أنا توضيح شنو عمليات تفاوت. اسم أول عملية اسمه PRK أو ليزر. في عملية ليزر طبقة رقيق من سطح القرنية اسمه إبتليوم، شيل من الألكول أو من وسيلة خاصة باليد. بعد عملية أشعة ليزر بالسطح القرنية وتسييح النظر بالسطح القرنية. بعد أشعة ليزر واستخدم عدسة ناسخة للمحافظة القرنية، وبعد تسهيح القرنية هي أيام 5 إلى 7 أيام ترميم القرنية نفس القديم. وبعد هذا العملية تقريبا بعد أسبوع إلى أسبوعين نظر إرجع طبيعية وشوي شوي أحسن بالورع الشعر. شخص بعد هذا عملية PRK شوف تقريبا كامل 100%. هذا عملية واجد زين وتسييح نظر كامل. عملية ثانية اسمه فيمتو ليزيك، وهذا عملية من جهاز أول اسمه فيمتو ليزر، أشعة من القرنية وطبقة رقيق من القرنية نفس هذا شيل. بالداخل القرنية عمليات ليزر، وبعد عملية خلاص هذا ورقة إرجع بالقرنية الطبيعية. بسبب هذا عملية النظر بالسرعة إرجع باليوم إلى يومين إرجع طبيعي، وعلم واجد أقل بعد عملية، والنظر بالسرعة شوف زين. هذا عملية لازم قرنية بزخامة كافي، وممكن بعض الأشخاص هذا عملية مو زين وعملية أول أحسن من هذا عملية فيمتو ليزيك. عملية آخر اسمه إسماعيل، وهذا عملية جديد وبالأشعة داخل القرنية، واحد طبقة من داخل القرنية شيلة، وكل هذا من داخل القرنية يخرج من هذا نفس هذا قرنية خارج من داخل القرنية، و بس كلن 2 إلى 3 ملم ومحل جراحية. وهذا النظر إرجع طبيعي بعد إلى يوم إلى 5 أيام، والنظر بسرعة شوف زين، وألم واجد أقل بعد عملية. كل عمليات اسمه PRK فيمتو ليزيك أو إسماعيل نتائج نفس الشيء، أشخاص بعد هذا عملية شوف زين بالوراء أسبوع إلى 3 أسابيع تقريبا نفس الشيء والنتائج نفس الشيء، بس تفاوت بالسرعة بعد عملية. شنو السرعة بعد عملية شوف؟ السرعة شوف يوم إلى يومين إلى أسبوع إلى أسبوعين تفاوت بس.